اهلا بكم مع مهند من حموده للسيارات. تعالوا نشوف اليوم ازاي نقدر نشغل الاوف رود مود في الزي 71. اول حاجه بنعملها قبل ما ندخل البر طبعا بنقسم التغير حسب المنطقه اللي هندخلها، بعدين نفصل الايرباج، بعدين بنختار المود من عند المود سيلكتر، نلفه كده ننزله على الاوف رود، بنكون طبعا على الفور هاي زي ما انتم شايفين علامه الاوف رود ظهرت، بعدين ضغطه طويله على تراكشن كنترول عشان يفصل زي ما انتم شايفين على الشاشه. حطينا الحزام وفصلنا الايرباجز وفصلنا التراكشن كنترول وواقفين على الفور هاي. بعد ما جهزنا السياره للدخول في الرمل نقدر خلاص نحرك الجير، نعمله على ال على جير واحد زي ما انتم شايفين ونتوكل على الله، ونقدر نطلع طبعا بامان ان شاء الله على البر زي ما احنا عايزين.